في عام 1937 أعطى الاختفاء المزعوم لرجل ياباني ذريعة للبحث في بلدة تقع جنوب بكين. أدى هذا البحث في وقت لاحق إلى اندلاع حرب في جميع أنحاء الصين ضد العدوان الياباني. في فجر 7 من يوليو عام 1937 أرسل الجيش الياباني تلغراف إلى قوات الكومنتانغ وقال فيه إن جنديا يابانيا كان مفقودا. في تلك الليلة كان الجيش الياباني يجري تدريبا حيث سمع صوت اطلاق الرصاص حقيقي، فأمر الجيش بتجمع على الفور، ثم وجدوا جنديا حديث الالتحاق بالجيش مفقودا. قال الجيش الياباني إنه يعتقد أن الجندي يختبئ داخل البلدة وطلب بالبحث عنه. رفضت قوات الكومنتانغ ذلك، لكن رغم رفضها ذهب الجيش الياباني إلى مدينة وانبينغ. قبل وصولهم تلقوا رسالة عاجلة تفيد بالعثور على الجندي الياباني ولم يصب بأذى. الأخبار التي تلقاها الرئيس هو تفيد بأن الجندي فقد الاتجاه فقط وفشل في العودة للمعسكر الياباني في وقته. مع ذلك خبأ الرئيس هذا الخبر، وبعد 3 ساعات أمر الجيش الياباني بضرب البلدة. كان مجرد عقيد ولم يكن لديه سلطة الأمر بمثل هذه الضربة الضخمة. رغم ذلك لم تعاقب اليابان هذا الرجل بعد الحادث، بل تم تقليده وساما وتم تكريمه من قبل الإمبراطور الياباني آنذاك.